هذا يوم تاريخي، يوم تشريد الشعب الفلسطيني، يوم نكبة هذا الشعب واقتلاعه من جذوره من أرضه داخل 48. بالتالي مرور 65 عام على النكبة هو زمن قياسي لهؤلاء المشردين في كل أصقاع العالم، لهؤلاء اللاجئين الذين حولوا قضيتهم من قضية اللاجئ إلى قضية وطنية وسياسية من الدرجة الأولى. نطالب في هذا اليوم على العالم الذي أوقع هذا الظلم على الشعب الفلسطيني باستبدال وطنهم بوطن آخر ومنح اليهود هذا الوطن الفلسطيني، نطالب العالم اليوم أن يقول كلمته وأن يقف مع هذا الشعب وأن يقوم برفع الظلم الذي أوقعه هذا العالم على هذا الشعب العظيم. وفي نفس الوقت نقول لكل هذا العالم أننا باقون في هذه الأرض كجذور الزيتون في هذه الأرض صامدون، لن نقتلع من هنا، وحق العودة حق مقدس لا يمكن التنازل عنه، لا يمكن التراجع عنه، مهما تباعدت الأجيال، مهما تناثرت الأزمان، هو حق لا يمكن ولا يمكن أبدا التنازل عنه إلى الأبد. ما بقي فينا نفس ينبض بهذه الحياة. يعني نلتقي اليوم في ذكرى النكبة، اليوم صادف 15/5، 65 عالم على النكبة، 65 عاما على النكبة. نلتقي في هذه الأجواء في محافظة الكرم باسم الاتحاد المعلمين والمحاكم والطلبة، اليوم يجتمعون ويلتقون على دوار الشهيد الرامز جمال عبد الناصر، لنؤكد العالم أجمع رسالة تخرج من الكرم باسم الأطفال، أطفال فلسطين جيل الأمل والغد المستقبل. هؤلاء حملة الراية ويحملون أسماء بلادهم على صدورهم، أنا من حيفا وأنا من يافا وأنا من عكا، ويرفعون العلم ويرفعون المفتاح، مفتاح الأمل للعودة. وباسم رسالة تلكرم وباسم هؤلاء الأطفال نوجه رسالتنا للمجتمع الدولي أنه يكفي نكبات ويكفي احتلال ويكفي استيطان، ويجب إزالة الجدار الفاصل العنصري، وأن يقف المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته بإعطائنا حقنا المشروع وإقامة دولتنا الفلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها إن شاء الله قريبا. بالتأكيد الشعب الفلسطيني جيلا بعد جيل يحيي ذكرى النكبة، هذه الذكرى الأليمة التي ألمت بالشعب الفلسطيني. اليوم وأطفال فلسطين وأبناء فلسطين وشعب فلسطين يحيون هذه الذكرى الأليمة، الذكرى 65 للنكبة، فإننا نجدد العزم، نجدد أننا ماضون في طريق النضال حتى ظهر الاحتلال وتحقيق أماني وطلعات شعبنا بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. نقول أن حق العودة حق ثابت، حق مقدس، حق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم، وأننا متمسكون بهذا الحق وهو على رأس سلم الأولويات لدى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وكافة مكونات شعبنا، هو حق لكل شعب فلسطيني. من هنا نقول أننا متمسكون بكافة الثوابت الوطنية وعلى رأسها ثابت الثوابت حق العودة. لقد نظم الاتحاد العام للمعلمين على مستوى الوطن تعليقا للدوام في الساعة 11 اليوم في ذكرى النكبة للمشاركة في هذه الذكرى الأليمة. ونؤكد كمعلمين وطلاب لشعبنا العظيم أننا سنبقى الأوفياء في تربية الأجيال للمحافظة على الثوابت الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة، ولن يستطيع أو تستطيع أي قوة في العالم أن تقنع شبل من شبلنا أو معلم من معلمينا في تربية الأجيال التربية الوطنية الحقيقية التي تزرع فيهم المحافظة على حق العودة. اليوم في ذكرى يوم النكبة، جايين احنا نحتفل بهذا اليوم لأنه يهود هذا اليوم ما هاجروا وكلعوا الأرض وهاجرونا منها، واحنا جايين اليوم لحتى ندافع عن الوطن ونعمل اعتصام حتى نأخذ الأرض من هذه اليهود ومن اليهود. وشكرا لتلفزيون فجر جديد. السلام عليكم ورحمة الله، أنا حنين سعد القيسي، جاي من مدرسة حسن القيسي. بدي ألقي قصيدة بمناسبة اليوم ذكرى النكبة. يا أيها الزعيم، يا صانع المجد العظيم، اجبر بساعدك على الجرح الأليم واجعل من صراخهم نغما ورنين. يا أيها الزعيم تكلم، يا من على يدي القيد تحطم، اكسر بصوتك كل حدود الندم. يا أيها الجبار، يا سيد الثوار، يا أيها الختيار، أنت عائد، أنت إلينا عائد، فكل الملوك تتكئ على الوسائد، كلهم سعداء بقتلنا، فالشريف الشريف فيهم على كرسيه جامد، فاسمع اسمك كيف يصرخ هناك في النقب، هناك في عسقلان أرض الغضب، واسمعه في مجده كيف في الجلاد انضرب،
سيد الثائر ولا تنس بئر السبع، فقد جاعوا في الوقت الذي مات فيه الملوك من الشبع. في زوايا وأروقة التلموند يا سيدي، الذين لم يعرفوا في الدنيا إلا أنت والأقصى، والزيتون والصخرة والقدس الحرة والخليل ورام الله. هذه هي عدها يا سيدي، ستجدها سبع أبا الثوار يا والد الصغار والكبار. كل شعب قد كتبها لك مرة، الأسرى والجرحى، الشجر والحجر، فكل في لصق من خلف القطبان صرخت، صاحت انفجرت، أنت إلينا عائد، أنت إلينا عائد. فمن قال أن الياسر